وبإقليم الحوز رصدت كاميرا الأولى الوضعية على مستوى جامعة فاسكا دائرة أيتورير، حيث تم إيواء العائلات التي تضررت منازلها بسبب التساقطات المطرية. ريبورتاج أمين علام وعبد الفتاح الزوين. هنا بهذا المركز وطبقا للإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها لجنة اليقظة بإقليم الحوز، تم إيواء حوالي 34 أسرة من دوار العمرية التابعة لجماعة فاسكا. عملية الترحيل جاءت لحماية هذه الأسر بعد أن أصبحت منازلها مهددة بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي الزات الذي يجاور مجراه العديد من الدواوير ومن بينها هذا الدوار. احنا كنا دابا ما بين ما علينا، فأصبح جاءوا الناس المسؤولين الله يكثر الله يقوي عليهم الخير، قال لك اودي راه في احتمال الواد راه غادي يجي 100%. قاموا معنا بالتي احسن، جابونا تهلاو فينا. كيف كتشوفوا راه حنا دابا لحد الساعه الارواح ديالنا هي الاهم، راه هي بخير وعلى خير. طيب وليداتنا والحمد لله تهلاو فينا وقاموا معنا بمجهود ديالهم الجبار، الله يحن عليهم. وبعماله اقليم الحوز اجتماعات مكثفه للجنه اليقظه الاقليميه لتنسيق عمليات التدخل لمواجهه مخاطر السيول، تعبئه جندت لها وسائل بشريه ولوجستيكيه على اصعده مختلفه. على اثره الفيضانات الاستثنائيه اللي كيعرفها الحوز اقليم الحوز حاليا، دونك ادى الى انقطاع مجموعه من الطرق بين الطريق الاقليمي رقم 9 بين أيتورير ورزازات، والطريق الجهويه بين 203 بين تحنوت وترودان، وثمانيه ديال الطرق الاقليميه اهم الطريق الاقليمي 2009 بين مراكش وامزميز، والطريق الاقليميه 2010 بين اوريكا وأيتورير على مستوى واد اوريكا. وفي هذا الإطار هذا تمت تعبئة جميع يعني الوسائل المتاحة والمتوفرة بالإقليم، سواء من حيث الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية يعني لفك العزلة على المناطق اللي محتمل أنه تتهددها الأمطار هذه. ومن جملة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى إقليم الحوز أيضا توقيف الدراسة بالمؤسسات التعليمية المتواجدة بالمناطق المجاورة للأودية التي شهدت سيولا استثنائية تسببت في عزل العديد من الدواوير والتجمعات السكنية بالإقليم.